Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Мы в самом центре древнего Алеппо, на улицах старого города. Многие из этих построек являются объектом всемирного наследия. Целых 4 года в историческом центре шло кровавое противостояние. И этим памятникам архитектуры пришлось стать невольными заложниками боевиков. Сюда, под своими знаменами религиозного экстремизма, террористы принесли лишь разрушение и смерть. Но черная полоса в истории не могла продолжаться бесконечно. В декабре 2016 года большая часть мегаполиса была освобождена. И с этого момента жители Алеппо вновь приступили к созиданию. Но, к сожалению, не все пострадавшие от войны районы могут начать историю с чистого листа. Террористы до сих пор находятся на западных окраинах Алеппо. До войны здесь был расположен промышленный центр, который обеспечивал работой тысячи людей. Ни о каком полномасштабном восстановлении производства даже в теории не может быть и речи. Боевики не жалеют снарядов и специально делают все, чтобы жизнь здесь была невыносимой. Половину квартала Захра вот уже 5 лет удерживают адепты самых радикальных террористических группировок. Здесь действуют отряды боевиков с постсоветского пространства. Для многих эта война далеко не первая. قام القناص باستهداف هذه المرآت عدة مرات من البناء رقم 7 في الأبنية المطلة أمامنا. Именно под их руководством остальные радикалы вырыли протяженные подземные ходы и оборудовали огневые точки. Этот плацдарм террористов в промышленной столице Сирии до сих пор позволяет им держать в страхе всю западную часть мегаполиса. المسلحين أمامنا هيئة تحرير الشام هم عبارة عن مجموعة مسلحين شيشان أفغان وإضافة إلى المسلحين أتراك ولكن نحن كجيش نعمل على حماية المقاتلين بشكل دائم عن طريق القيام بأعمال التحصين المستمرة من أجل حماية مقاتلينا. في الفترة الأخيرة من الحرب نحن نعاني أكثر خسائرنا من قبل القناص المعادي حيث يستهدف طرق الإمداد والطرق المكشوفة واجهة الأبنية النوافذ نضع المجسم هنا ونراقب رمي القناص من هنا محمود رفينا كربوجة نزل ليركب بوري الصوبة وطلع بحط الشيبة ليركبه وجدته طلع بصدره من جهة جيمات من هون وهنا نحن نقوم بالصد لأي مجموعة إرهابية تقوم بالتسلل إلى مدينة حلب وإزاء الأحياء المدنية وخاصة المدنيين من نساء وأطفال الذين يقومون المسلحين الإرهابيين مسلحة يوميا باستهداف المدنيين الموجودين في خلف نقاط الجيش واغلبيه الاصابات والشهداء من الاطفال والنساء طبعا هاي الاصابات يوميا بتجي بشكل دائم طبعا اذا كان في هدنه ولا ما في هدنه الاصابات على طول بتجي واحيانا كمان بصير يعني بيجي شهداء كثير على المشفى من هذا الشاب تعرض لقذيفه مدفعيه معاديه ادت لبتر طرف ايسر من تحت الرجلي هون وشظايا بالطرف الايمن وشظايا كمان بالطرفين اليمين الشاب حسن كمان طلق ناري طلق ناري بالفخذ الايسر كمان من مجموعات الارهابيه المسلحه والشاب كمان تعرض لكسر بقدمه اليسار
ثلاث مارين كمان هذا الشغل ثلاث مارين انا عسكري متصوبت بريف حلب الغربي بسبب المسلحين رموا علينا قنابل بالطيارات المسيره واساس كان هدنه واخترقوا الهدنه رمت علينا طياره الاستطلاع قنبله وتعرضت لاصابه شظايا بكل انحاء جسمي له 3 سنين شيء بالخدمة وصار هو أخ واثنين واحد مفقود فهو مع الدعاوي مع غيره ما منع يطلع أسروا الدواعي نوين صان خطب بده تمر وهالشاب الله هاد كمان استشهد على خط الرئيسي والله يخلينا الجيش العربي السوري. Террор в переводе с латыни означает страх. Страх – именно то, что, по убеждениям фанатиков, должны испытывать все неверные. Поэтому целью для боевиков на западе Алеппо может стать любой. И террористам крайне трудно промахнуться, когда прямо перед ними лежит миллионный город. Почти каждый разорвавшийся снаряд уносит с собой чье-то здоровье или обрывает человеческую жизнь. Я зовут Алеэддин Латри, والد للشهيدة نورشاه العطري. اللي استشهدت بقذائف الإرهابيين اللي اجت من صوب الراشدين المتواجدين بالراشدين صف تاسع أو الصف الأول اللي استشهدت الله يرحمها عم بدرسوا مع بعض كان معطل المدرسة وراحوا مشان يدرسوا لأن إذا تفتح إذا ترجع ينزلوا على المدارس وعندهم مذاكرات صارت بوسة لأمها وتقول لها ماما هي عندي مذاكرة أنا بكرة عندي فحص بكرة بدي أنزل على المدرسة مبسوطة يعني عندها تنزل على المدرسة مشان تعمل فحوصاته بعد حوالي يعني 9:10 تقريبا 9:15 سمعنا صوت صاروخ نزل صوت ضخم كسروا عنا البلورات كلها وما بقى نعرف ايش صار ازحنا انا وامي امي حطيت على راسها لبين ما لبست حطيت على راسها طالعت الصغيرة على الباب انا رقدت بدي اطالع من الغرفة لاني صوت قوي ماكن ما لحقت لسه انا وصلت الممر كان نزل صاروخ تاني الصاروخ التاني وقت اللي نزل ما بقيت عارف ايش صار فتحت الباب عليهم ما بقى ينفتح افتح الباب ادفشه ما بقى ينفتح عليهم اصيح عليهم بنتي الكبيره صف تاسع تقول لي اقول لها افتحي ليش ما عم تفتحي تقول لي بابا ما بنفتح الباب افتحوا الباب افتح ادفش ما يندفش الباب صار يطلع تراب دخان ابيض وتراب ما بقيت عارف ايش صار فكرت الباب البيت كله نزل مرتي طلعت على الباب صار وصارت تصيح للجيران يا عالم يا خلو الله يوفقكم الباب ما عم بنفتح على اولادي ما بقيت عارف ايش صار نتفش الباب نكسره ندفشه ما بقى يندفش ثلاث اربع رجال نتفش الباب ما بقى يندفش دخلت من الغرفه الثانيه انا لعندي قلت من البلكون دخلت على غرفتهم ظلام عاتم ما عم بشوف قدامي ما عم بشوف طاول وعم بصيح بالغرفه مرشين ما بقى يعني ما بقى اصيح غير بنتي الصغيره يعني انا لاني سمعت صوت الكبيره اشيل الاغراض ازتهم على طرف ادور عليها هيك يعني اعمل هيك ارجع اشيل من الطرف الثاني ارجع ادور ما لقيت حدا جبنا صويلي صرنا نحفر التراب لقيت بنتي مسدوده لقيتها مسدوده تحت التراب حفرنا طالعتها يعني لقيتها ميته خالصه شلتها خسلت لها الدم من عند راسها اضغط عليها ما في حكي ولا كلمه ولا حكيت ولا طاول
شلناه ونزلنا فيه على مشفى الجامعة أنا والجار. أنا ما بقيت أحسن أشي لأن هرب نهائيا. شلناه وأخذنا إسعاف على مشفى الجامعة. بمشفى الجامعة دخلوها على العناية المشددة مباشرة. ما في بعد ربع ساعة قالوا لي بنتك الله يرحم مستشهدة. محل الغراب هي غراب مدرسته، كيس كيسة كيس لعبة غراضة. هاي الشهيدة طبعا. صاروخين ورا بعض، ما في بين الصاروخ والصاروخ خمس ثواني، ما في خمس ثواني، يعني لسه ما وصلت انا على الممر، بدي اطالع لاني نحن عندنا العاده وقت البضرب والكليب الارهابيين قذايف بنطلع على باب الاصقاء، فانا رحت اجيبها مشان اطالع على باب الاصقاء مشان ينحموا. ما احسنت احميهم، الحمي الله ما احسنت احميهم. Но оборону по периметру города держит не только регулярная армия. Ряд позиций на северо-западе занимают ополченцы Ливы Аль-Кудс. Многие бойцы бригады родом из палестинского лагеря Нейрал. С самого начала битвы за Алеппо Лива Аль-Кудс сражалась на стороне правительства, и с террористами у нее давние счеты. До сих пор лагерь Нейрал подвергается обстрелам из реактивной артиллерии. И это еще одна из причин, в довесок ко многим, почему бойцы продолжают держать в руках оружие. يعني ما خرج نكبر أكتر من هيك، نكبرنا دي ضربنا القناص وهيك، ما خرج نكبر أكتر من هيك. نحن هم نقاط الريف الشمالي، هاد مربط هاون، هون الهاون 82 غنيمة أمريكية اغتنمناها من المسلحين. مهمتنا هون الرد على المسلحين بالاستهداف اليومي لنقاط الجيش والأحياء المدنية اللي خلفنا. مهمتنا هون نحن نرد عليهم على استهدافه اليومي. من كم يوم صار عندنا إصابات من رفقاتنا، واحد اسمه محمد اتصاب بجره وبكتفه شظايا من صاروخ جراد طب جمنا، وأكثر استهدافات بالمدنية خلفنا، أكثر القتلى والإصابات عنا بالمدنية، ونحن بنضل متعامل معهم. هني لا بقفوا لا أحدني ولا عشي، ما بلتزموا بشي. نحن عنا هو بنقاطنا ما عنا سلاح تقليدي، عنا سلاح 23 صد هجوم كتير للمسلحين، وفعال بالمحور هون عنا فعال هالسلاح ميكن ضد المسلحين. وعنا هالسلاح 23 وعنا 14.5 ودوشكا، هاي الأسلحة عنا ما عنا سلاح تقليدي، نحن أسلحة خفيفة. 3 года назад боевикам давался шанс, и их выпустили живыми из Алеппо. С тех пор никакие политические договоренности так и не смогли окончательно решить проблему безопасности города. Очевидно, что террористы не дадут северной столице Сирии спокойно жить и восстанавливаться. И эту проблему необходимо как-то решать. كنا بيركين ما حسيت قذايف، نزلت عند الروضة، نزلت هون، نزلت عند دوار شيحان. اشتو ايتها ذا ولد سا؟ اشو هذا الشارع؟ شارع تشرين. البناية هاي شفت المدخل؟ هذا المدخل الحديد تدخل فيه. ايه هذا المدخل الحديد تدخل فيه هون هالبناية. الله يوفقك. Тихо. Сейчас. Давай. Мы в районе Шарониль. Сейчас идет минометный обстрел. Вот. Очередная мина, видите? Собственно, люди. Люди убегают. Улицы моментально опустели. Здесь, судя по всему, уже был раненый. А сейчас, по нашей информации, двое в госпитале Джама, двое гражданских.
Я живой, все нормально. Дальше, там, мама, дальше. قول بلور كده قول خزاني